لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في افضل الاحوال. مرحبا بكم في قناة زينب وسعدية اوكسي. اللي ما مشاركش يضغط على زر الاشتراك ويضغط على الجرس باش يوصلوا الجديد ديالنا ان شاء الله. المهم مرحبا بكم، اليوم غادي نقدموا لكم ليكيش بالدجاج مقادير زينب. السلام عليكم المشاهدين والمتابعين ديالنا، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم اليوم ان شاء الله غادي نديروا ليكيش بالدجاج والفلفله والبصله، هادشي اللي عطى الله. المهم العجينه غادي نحتاج 3 د الكيسان ديال الدقيق، تنعبر ديما بكاس العنبه، وعندي شويه ديال الزبده، الصراحه ما عبرتهاش، ما عنديش الميزان باش نعبرها. عندي خبصات ملح غنديرها نيت على الدقيق، وعندي شويه ديال الماء غادي نعبر 3 د المعالق ولا 4 على حساب داكشي اللي غتجمع ليا العجينه والبيضه. وبالنسبه للحشوه عندي الفلفله الصفراء، صراحه اللي عنده الالوان يديرهم، ولكن انا متوفره عندي غير هادي. وعندي بصله، وعندي شويه ديال الدجاج، وعندي جوج بيضات، وعندي هذا دانون طبيعي بدون سكر. دابا غادي ندوزو لسميتو العجينه. دابا غندير الزبده في الدقيق، المهم دابا غادي ندخل الزبده في الدقيق، المهم غادي نرمل الدقيق بالزبده كامل عفوا. غنستمر بهذه الطريقه حتى ندخل الزبده في الدقيق، وعاد غادي نزيد عليه البيض. المهم غادي نرمل الدقيق ونتلاقاو عاوتاني. المهم انا دخلت دابا الزبده في الدقيق، غادي ندير دابا البيض. اسمحوا لي على الصداع ديال الدراري الصغار. دابا انا دخلت البيضه في الدقيق، دابا غندير الماء، غندير 3 د المعالق، واحد زوج ثلاثة. دابا غادي نعجنها عاوتاني هاد الخلاط، راه غير غنجمعها ماشي نعجنها، حيت غنديرها في الميكا وغادي نخليها تدلك راسها، غادي نخليها تدلك راسها واحد المهم ساعة على ما نوجد الحشوة. والحشوة خصني عاوتاني نقطعها ونشحرها. المهم هي بدات كتجمع، غادي نبقى نزيد معلقه بمعلقه حتى تجمع ليا العجينه، وعاد غادي نقول لكم شحال ديال المعالق احتاجيت ديال الماء في الاخر، حيت انا زدت شويه ديال الدقيق، راه ماشي غير 3 د الكيسان، ولكن انا عطيتكم العبار ديال 3 د الكيسان، كنضاعف المقادير. العجينه ديالي، المهم العجينه ديالنا وجدات، راه ما دلكتهاش. دابا غادي غير جمعتها، والماء تقريبا كاس ديال العنبه، حيت كما قلت لكم راه ضعفت المقادير، وعندي الدقيق كيشرب الماء، داكشي علاش درت تقريبا كاس. دابا غادي نديرها في البلاستيك او الميكا ولا السلوفان، وغادي نخليها ساعه في الثلاجه حتى نلقاها راه دلكات راسها، راه ولات مرخوفه بزاف. ايوا مهم اخوتي العزاز، تبعوا الفيديو حتى الاخر وتشوفوا كيف جا. المهم الحشوه غادي نمشي دابا، غادي نقطع هاد الفلفله والبصله والدجاج باش ما نطولش الفيديو، غادي نقطعهم عاد غادي نتلاقاو باش نشحرهم ان شاء الله. دابا انا درت شويه ديال الزيت في المقله،
غادي نشحر كلشي نيت في دقه واحده، حيت اصلا غادي يتخلط هادشي مع بعض. ضو ما نقلي نشحر نيت في دقه واحده، ندير الفلفله ونتبعها. المهم الدجاج والبصله كلشي غنديرو في دقه واحده. المهم المهم عندي دابا درت خلط الدجاج مع الفلفله ومع البصله. دابا غادي ندير ليهم الابزار، هادشي اللي غندير في التوابل غير الابزار صافي، والملحه غندير ليه شويه ديال الملحه غير شويه حيت غسلت الدجاج بالملحه، غندير غير شويه صافي. ايوا المهم دابا غادي نشحر هادشي مزيان وغادي نخليه يبرد ونتلاقاو عاوتاني ان شاء الله. المهم العجينه ديالنا حيدناها من الثلاجه، راه جات رطبه ها هي. المهم غادي نستعمل بشويه ديال الدقيق وغادي ندلكها. المهم غادي ندلكها حتى نديرها في هذا المول ديال الزاج، وهذا المول غادي ندعنو بشويه ديال الزبده. المهم يعني رققت العجينه ديالي، دابا غادي نديرها في المول. المهم راه العجينه كثيره عندي، راه غادي ندير جوج واخا ما غاديش نصور غير وحده، غير واحد ولا واحد، المهم واحد اللاطا. المهم دابا راني لبست المول ديالي بالعجينه، دابا غادي نقطع هاد الطراف غندوز الدلك هكا. المهم دابا غادي نحاول نضغط عليه هكا بصبعي على هاد الجناب كاملين باش يشدوا ليا الشكل ديال المول، وغادي نتقبها بالفرشيطه وغادي ندخلها للفران نطيبها نص طيبه وعاد غادي نعمرها ان شاء الله. المهم غادي نتقبها حتى بالفرشيطه لا الجناب لا الوسط، غادي ندخلها للفران ونتلاقاو عاوتاني باش فاش غنبغي نعمرها ان شاء الله. المهم ها لي كيش ديالي طاب نص طيبه، راه صايب حتى الصغار. دابا غادي ندوزو لاباراي ديالو ولا الكريمه ديالو. المهم غنجيب الاناء غندير فيه البيض، بانون، دابا ندير ليه شويه ديال الابزار، وشويه ديال الملحه، وواحد المعلقه ديال الماء زينه او النشا. غندير معلقه ديال الماء زينه ماشي ما عامراش، غادي نزيد شويه ديال الفرماج الحمر والموتزاريلا خلطتهم انا، غندير نص وغادي نخلي نص حتى. دابا غادي نضيف الفلفله والبصله والدجاج على هذا الخليط. دابا الخليط ديالي واجد، غادي نقادها فوق. دابا غادي نزيد هاد الفرماج اللي بقى ليا، المهم دابا غندي لي كيش ديالي الفران يطيب
ونتلاقاو في شكل نهائي ان شاء الله. وكنتمنى ينال هذا الفيديو الاعجاب ديالكم ان شاء الله. المهم عليكش ديالنا واجدين، كنتمنى ينال هذا الفيديو الاعجاب ديالكم. المهم عليكش ديالنا ايوا، كنتمنى ينال هذا الفيديو الاعجاب ديالكم. وما تنساوش شي كومونتير زوين من عندكم وشي لايك حتى هو. ويلا حتى الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.